السلام عليكم ومرحبا بجميع متتبعي قناة إسهام تربوي. في هذا الفيديو سنقوم بتصحيح الفرد الأول في الدورة الثانية للمستوى الرابع ابتدائي مادة الاجتماعيات. إذا غادي تلقاو مجموعة من الفروض المصححة على القناة بالنسبة للدورة رقم 2. إذا نبدأ بالتاريخ، أجب بصحيح أو خطأ. تشكل معالم التاريخ هي آثارا شاهدا على الماضي، صحيح. بناء ووظيفة المعالم التاريخية لا يعرف تحول بين الماضي والحاضر، إذن خطأ، بل يعرف تحولات عديدة. لدراسة أحداث من مدينتي أو قريتي أعتمد على الصور فقط، إذن خطأ. الشهادات الشفوية تساعدني في دراسة معالم وأحداث محيطي، صحيح. النص التاريخي هو شهادة مكتوبة عن أحداث الماضي، صحيح. لإنجاز خط زمني لا أعتمد على مقياس، خطأ، بل نعتمد على المقياس. ثانيا، لإعداد مجلة القسم كلف أستاذ القسم الرابع تلميذة خولة بجمع معلومات عن أحداث تاريخية عرفتها مدينة طنجة، فاختارت صور لثلاث أحداث عرفتها مدينتها. ورتب الأحداث الممثلة في الوثائق على الخط الزمني محترما القواعد التي تعلمتها. الوثيقة الأولى كما تلاحظون صورة لخطاب جلالة الملك محمد الخامس بمدينة طنجة سنة 1947، الوثيقة الثانية صورة لميناء طنجة المتوسط الذي افتتح سنة 2010، والوثيقة الثالثة صورة لانطلاق قطار البراق سنة 2018. إذا مطلوب أننا نقوم بترتيب هذه الأحداث في هذا الخط الزمني. إذا لاحظوا معايا بالنسبة للمقياس، هنا يخداو 1940، 1945، 1950، يعني هنا بحالا كنزيدو بخمسة، دونك هنا غادي تكون باش نكملو 1955، 1960، 1965، 1970، 1975، دونك هنا عندي 1980، 1985، 1990، 1995، إذا هنا عندنا 2000، 2005، 2010، 2015 و 2020. الآن غادي نجيو نشوفو الحدث الأول، يعني هنايا أصغر حدث هو ديال 1947، غنبحثو هنا على 1947، هنا عندي 40، 5. دونك 1947 محصوره ما بين 1945 و 1950. هنا غادي نجي غنحاول غادي نقسم من 1945 ل 1950، غنقسم على 5 على هذا الشكل. تالي 1947 غادي تكون هنا 1947، يعني غتكون في هذه الشرطه هذه اللي هنايا الثانيه، وغادي نكتبوا الحدث. غادي نكتبو بالنسبة للحدث خطاب جلالة الملك محمد الخامس، هادشي اللي عطاوني في الوثيقة، خطاب جلالة الملك محمد الخامس. الحدث الموالي سنة 2010، إذا غادي نشوفو هنايا 2010، هاهي. إذا الحدث هو افتتاح ميناء طنجة، والحدث الأخير اللي كان سنة 2018، هنا نفس الشيء عندي هنايا 2015-2020، غادي نقسمها تاهي على 5، ألفين وتمنطاش جات هنايا. الحدث اللي كان عندنا انطلاق قطار البراق، وبالتالي كنكونو حطينا جميع الأحداث على هذا الخط الزمني بالترتيب. السؤال الثالث، أقرأ النص التاريخي وأجيب على الأسئلة. كانت مراكش في العهد المرابطي من أكبر مدن المغرب الأقصى، كانت بها قصور الكثير من الأمراء وأزقتها واسعة ومبانيها سامية وأسواقها مختلفة وسلعها نافقة يعني رائجة ومياهها كلها عذبة،
شريف الإدريسي، نزهة المستاق في اختراق الآفاق، الجزء الأول، عالم الكتب، طبعة 2002، صفحة 234. التصميم، ملء الجدول، نوع النص. إذا من خلال قراءة النص كيسبي لنا أن نوعه عبارة عن نص تاريخي. مصدره، نزهة المشتق في اختراق الآفاق. إذا صاحب النص شريف الإدريسي. تاريخ كتابته، القرن الثاني عشر ميلادي. ب، استخرج من النص معلومتين تاريخيتين عن مدينة مراكش وأصنفهما. إذا اقتصادية جغرافية عمرانية. إذا غنحاولوا حنا نستخرجوا فقط جوج من خلال قراءة النص. كاينة أزقتها واسعة ومبانيها سامية. أزقتها واسعة ومبانيها سامية. إذا هذا، هل هي اقتصادية جغرافية أم عمرانية؟ عمرانية. بالنسبة للمعلومة التاريخية عن مدينة مراكش الثانية، سلعها نافقة أو لا رائجة. إذا بالنسبة للتصنيف ديالها اقتصادية. السؤال الرابع، ألوّي الخانة المناسبة. يفيد النص التاريخي في نسيان التاريخ، جهل التاريخ، أم حفظ التاريخ؟ إذا حفظ التاريخ أكيد. إذا هذه غنحاولوا نلونوها، ما تحاولوا تستعملوا أي ملون عندكم ولونوه. ننتقل الآن جغرافيا. أولا، أذكر أربع تجهيزات عمومية بمحيطي وأبين نوع الخدمات التي تقدمها للسكان. إذا هنا عندي التجهيزات العمومية والخدمات التي تقدمها. إذا غادي نقولوا أول تجهيز عمومي، إذا كاين المدرسة، الخدمة التي تقدمها الدراسة. عندنا أيضا المستشفى، الخدمة التي تقدمها العلاج. أيضا عندنا المحطة الطرقية، بالنسبة للخدمة المقدمة السفر والتنقل. ننتقل الآن للسؤال الثاني. لاحظ الصورة جيدا ثم أذكر نشاطين ممارسين في هذه القرية. إذا شوفوا معي هنا الصورة، كاين مسجد، زراعة موسمية، قرية، طريق، خزان للماء، قناة السقي، مرعى، بستان البرتقال، مشهد ريفي من ضواحي القنيطرة. إذا هنا غادي نذكروا جوج ديال الأنشطة اللي كتمارس في هذه القرية. كاين عندنا زراعة موسمية، يعني كاين الزراعة، وأيضا كنلاحظوا من خلال الصورة أيضا هناك تربية المواشي، حتى كاين واحد المرعى. إذا تربية المواشي. ثالثا، ضع المعلومات الآتية في خانتها المناسبة. الاعتماد على الآلات، مردودية قليلة، تسويق محلي، عمل يدوي، مردودية وفيرة، تسويق وطني. إذا هنا بالنسبة للطرق التقليدية والطرق العصرية، ملي سنقولوا الاعتماد على الآلات فهي طريقة عصرية. مردودية قليلة بالنسبة للطريقة التقليدية. تسويق محلي أيضا طريقة تقليدية. عمل يدوي نفس الشيء، تقليدي. مردودية وفيرة بالنسبة للطرق العصرية. تسويق وطني مردودية عصرية. رابعا، أصل بسهم كل نشاط من أنشطة سكان المدينة بالبطاقة المناسبة. إذا هنا عندي مطار محمد الخامس، هنا لاحظوا أنهم كيصنعوا السيارات. أيضا هنا مصنع، هنا عندنا محل اللي هو تجاري. تالي الأنشطة التجارية، إذا عندنا في هذه الصورة الأنشطة الخدماتية، المطار تقدم خدمة التنقل. وبالنسبة للأنشطة الصناعية، إذا عندنا هذه الصورة وهذه الصورة. ننتقل الآن للتربية على المواطنة.
أولا للطفل على والديه حقوق، منها حماية حياته وصحته، تثبيت الهوية المتصلة بالاسم والجنسية. أذكر واجب آخر للآباء نحو أبنائهم، إذا الواجب الآخر تعليمه، يعني حقه في التعليم. ثانيا أذكر واجبين من واجبات الطفل داخل البيت ومع أسرته، إذا واجب الأطفال داخل البيت احترام أفراد أسرته، والواجب الثاني الحفاظ على تجهيزات المنزل. ثالثا أجب بصحيح أو خطأ، أحترم علامات المرور حفاظا على سلامتي، صحيح. أتسلل بين السيارات وسط الطريق، خطأ. أنتظر وقوف السيارات لأعبر الطريق، صحيح. أجري بسرعة دون أن ألتفت للسيارات، خطأ. أقفز وألعب وسط الطريق، أيضا خطأ. ألتفت إلى يميني ويساري ثم أعبر الطريق، صحيح. رابعا أتميم الجدول بما يناسب حقوق الطفل في المدرسة، واجبات الطفل في المدرسة. إذا بالنسبة لحقوق الطفل في المدرسة، عندنا الحق في الحماية، إذا الحق في التمدرس. بالنسبة لواجبات الطفل في المدرسة، احترام أطر المؤسسة، وإنجاز الواجبات المدرسية. وبالتالي كنكونوا قد انتهينا من تصحيح الفرد الأول في الدورة الثانية لمادة الاجتماعيات المستوى الرابع ابتدائي. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم دائما كل جديد. أتمنى لكم التوفيق، إلى اللقاء.